خويا استقالات زياد جاتني مفاجئة. وهادشي زياد ما مفاجئة هو دابا السيد زياد نعرفو صارم وغادي في واحد الطريق مستقيمة، السيد واعي وعقاري ماشي هاك الناس الرؤساء الاخرين اللي كاينين طماعة تيكونوا طامعين في الأندية ديالهم وتيبغي يزور الانتخابات وتيبغي يخربقوا وتيبغي يبيعوا ويشريوا. راك عارف تاك الرؤساء اللي كاينين دابا، كاينين بزاف الرؤساء دابا اللي تيضربوا على الرئاسة. والراجل البيضاوي راه معروفة بالصرامة ديالها وبالعقل ديالها وبالناس الحكمة ديالها وهذاك الشيء زوين تبارك الله. اللي جا رئيس يتساهل يخدم، هي الرجاء. الرجاء معروفة بهذا الشيء، رجاء الشعب ماشي ديال شي حاجة أخرى. هادو اللي عارف أنا، السيد استقل القناعة ديالو والرضا ديالو ماشي مشكل. زيد خدم بعداك وبين لينا وخدم بعقلو وزيرو درهم، ما تنقولو حنا زيرو درهم، والرجاء راه غادا مزيان الحمد لله والله يكمل بخير. الاستقالة ديال الرئيس ديال الفريق الرجاء البيضاوي هي استقالة عادية نظر للمعطيات والمشاكل اللي كيتخبط فيها فريق الرجاء البيضاوي، رغم ان فريق الرجاء البيضاوي عنده لعابه، عنده لاعبين ممتازين وفريق يمتاز باللياقه البدنيه وباللعب اللعب التقني، ولكن التسيير هنا فين كيبقى المشكل. ان الخساره مع فريق الزمالك ما كانتش غير منتظره لا بالنسبه للجماهير الرجاويه ولا الجماهير المغربيه، حتى بالنسبه للوداد، هاد جوج الفريقين ما كانش منتظر انهم ينهزموا. لهذا ان الاستقاله ديال الزيات هي استقاله كتبان لي انها مساله عاديه وطبيعيه. علاش؟ لان الزيات والامكانيات ديالو وداك الشيء راه خصو يحصل جميع الالقاب سواء لا في البطوله ولا القاريه. هذه مساله لا دك. رغم انني ما كنتميش للفريق ديال الرجاء البيضاوي، ولكن هذه حقيقه. الاستقاله ديال الرئيس ديال الرجاء البيضاوي المهم ما كانش على البال وما عجبتناش الصراحه، والمهم كنقولوا ربما تكون من اعضاء الفريق، وكنتمنوا ان شاء الله يجي رئيس محسن منه، وكنتمنوا واحد موفق للفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي هو فريق كبير، ولكن للاسف ملي مشى الزيات الرجاء غيتخربق كنقولوا حنا بواحد المعنى غيتعثر. يعني الرجاء هو فريق كبير، فريق يمرض ولا يموت، ولكن الزيات ما عرفتش انا فئه بغي باغا الزيات وفئه لا، ولكن ملي مشى الزيات اكيد غيمشيو لاعبين. الرجاء ما جابش لعابه بزاف، انا بالنسبه لي الزيات واخا اللي وقع واللي قالوا ما قالوا، انا بالنسبه لي الزيات خاصو يبقى مع الفريق، لان الفريق يعاني في صمت. والزيات رغم انك يقول لك البعض بان الزيات راه خارج على الرجاء، ولكن الزيات على الاقل ملي خارج ولكن مقادم من واحد الجهه كيعاونهم وكيزيد بهم. انا مني خاص الزيات يبقى حتى يلقاو الاحسن، لان الزيات واخا بالنسبه لي انا شويه ولكن خاصو يبقى. وشكرا. الزيات بغينا مزيان من استقل، ما بغيناش يبقى نيش، بغينا شي رئيس اللي يكون مزيان فهمتي، شي رئيس اللي يكون فهمتي في انتدابات وهادي تيكون معانا على القرص. بغينا رئيس مزيان، بغينا شي رئيس اللي فهمتي يجيب الفلوس، يخرج العاقه الفلوس. اخويا مزيان من استقل، ما كرهناش يجي شي رئيس اخر فهمتي، يجي يكون رجاوي حر فهمتي، يجي دير معانا المزيان. اخويا الاستقاله ما كانتش محل، كان بعدا يدير شي انتدابات مزيان. الراجل اللي كيليقوا بها لعابه كبارين بحال المتولي، بحال اللاعبين الكبار، بحال اللي كانوا باغيين ينتدبوا، اللي كيطالب بهم الجمهور، بحال النفاتي، بحال بزاف ديال اللعابه اللي معروفين بالبطوله، كيقولوا الكلمه ديالهم، هما اللي كيصالحوا الراجل. ولاد المدرسه راه ما نهضروش عليهم.